الحقيقة أنا وقفت قدام يعني خبر شايفة أنه لطيف ومنطقي جدا. وزارة الصحة أعلنت عن وهي يعني تعلن عن تفاصيل المنصة الإلكترونية للصحة النفسية، أعلنت موضوع مهم جدا أنه الحالة النفسية للعاملين بتؤثر على إنتاجهم، وهو ما يتطلب تقديم الدعم النفسي لهم باستمرار. وفي خط ساخن رقم 16328 لطلب المساعدة من الأطباء النفسيين. هكلمكم على الخط الساخن، لكن هو ده أهم حاجة في القصة دي، إيه؟ إنه أنت في وأنت رايح شغلك، أو أنا وأنا جاية لكم البرنامج مثلا، ساعات تلاقوني مبتسمة زي مثلا يوم علي الحجار، سعيدة ومبتسمة، كان في حاجة سعيدة فتلاقوني مبتسمة، علي الحجار بيغني أنا سعيدة. ساعات تلاقوني ضربة بوز، مكلضمة، متضايقة، ما هو أنا إنسان يعني، أنا بني آدم، أنا إنسان. فالحالة النفسية بقى مثلا متخانقة في الشغل، متخانقة في البيت، عندي مشكلة، قلقانة من حاجة، ما هو أنا إنسان، كل واحد إنسان، وأنا مثلا على الشاشة 24 ساعة في ال 24 ساعة، 4 أيام في الأسبوع. فبالتالي لو والله عندي مشاكل في الشغل هتلاقوني بعمل أخبار سخيفة دمها تقيل، لو هتلاقوني مثلا سعيدة عاجلكوا بإنتاج رائع وأخبار كلها دمها خفيف وابتسامة من هنا لهنا. وناس كتير تبعتلي تقولي انت النهاردة مودك كويس، انت النهاردة مودك وحش. طب ده في حاجة بنحاول نظبطها وهي أدائنا أمام الشاشة، لكن الحقيقة أنه ناس تانية بتشتغل أعمال أخرى، بتشتغل أعمال مكتبية، بتشتغل أعمال هندسية، بتشتغل أعمال بتدرس، بتعمل أي حاجة تانية، دول برضو لو عندهم مشاكل نفسية أكيد ده بيأثر على إنتاجهم، وده موضوع مهم جدا جدا جدا. فبقول لكل المديرين بقى في الأماكن اللي احنا بنشتغل فيها، راعونا، عشان انتوا لما تراعونا احنا هنعمل أداء كويس. انتوا كل الأزواج وستاتهم رايحين الشغل، طبطبوا على ستاتكم عشان وهم رايحين الشغل يبقوا سعداء كده. مدام مديحة ما تنكتش وهي بتعمل تصريح حاجة لحد، أو هي بتتخلص إجراءات بيروقراطية فما تنكدش على حد، او مثلا حد بيعمل حاجه فما يضايقش المواطنين. فالازواج يراعوا زوجاتهم برضو وهم رايحين الشغل، عشان ده بيأثر عليهم جدا. الحاله النفسيه يا جماعه بتأثر على شغلنا جدا.